اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تواصل مناقشة مشروع قانون الحقوق السياسية. نحو 150 قتيلا في سوريا اليوم، والجيش النظامي يقصف مناطق في دمشق بالصواريخ. اشتباكات في محيط الأقصى بعد اقتحام مستوطنين باحات المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. كامل التحية لحضراتكم. تمام التاسعة في القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش، موعد لقراءة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة النيل. أهلا بحضراتكم، وبدايتنا مع كريم الحلفاء. تفضل كريم. شكرا تامر، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بدايتنا محليا، حيث وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التابعة لمجلس الشورى على عدد من مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة، وذلك بعد أن انتهت أمس من مناقشة 30 مادة من القانون، والتي تضمنت تحديد الفئات المسموح لها بمباشرة الحقوق السياسية سواء بالترشيح أو الانتخاب، وكذلك المواد الخاصة بآليات تصويت المصريين في الخارج تحت إشراف قضائي. وبحسب ما هو معلن، فمن المقرر أن تنتهي اللجنة اليوم من مناقشة مواد القانون تمهيدا لعرض تقريرها على الجلسة العامة لمجلس الشورى لمناقشته غدا. اللي ساعتك بتكلم عليه من اللوحة العملية يستحيل، لأنها هتلف بالطاقة واحدة. واتصالا ينضم الينا الان عبر الهاتف الدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى واستاذ القانون العام، ينضم الينا عبر الهاتف من القاهره. دكتور جمال، بعد تحياتي لك، هل انتهيتم من المناقشه؟ الو دكتور، نحن الان على الهواء، سؤالي لك، هل انتهيتم من المناقشه؟ لا، احنا لسه فيها، ما خلصناش القانون اصلا، اظن ماده 22. هو بس عشان توضيح للمشاهدين، هو ده قانون مباشر الحقوق السياسية، وفي معظمه هو نفس النصوص القديمة. الحكومة تقدمت بالمشروع به بعض التعديلات حتى تتناسب مع الدستور الجديد، وثم تعرض للرقابة تبقى على المحكمة الدستورية. القانون ككل مش تعديلات فقط. تمام، أبرز التعديلات التي دخلت الدكتور. الحقيقة قانون مباشر الحقوق السياسية قد لا يكون فيه تعديلات جوهرية إلا مثلا فيما يتعلق بتصويت المصريين في الخارج، لأنك تعلم أن الدستور لم يستثني المصريين من الخارج في الإشراف القضائي. فتم الاتفاق على مسألة التصويت بالبريد، وأن يتلقى التصويت القاضي، ثم مسألة أن المحكمة الدستورية أبدت ملاحظاتها على مسألة الحبر، أنه ما هوش ضمانة كافية لعدم تكرار التصويت، وأوصف المحكمة الدستورية العليا المشرع بأنه يكلف اللجنة العليا للانتخابات بوضع أساليب أخرى لضمان عدم تكرار التصويت. وده دي كلها مسائل الحقيقة تم أخذها في الاعتبار، ولكن يمكن المسألة الأمور الجوهرية حددها في قانون مجلس النواب. بمعنى ان مسائل الخلافات الخاصه بالتجنيد، الخاصه بالدوائر اللي هتاخد مناقشات وهتاخد شغل، هو ده موجود في قانون مجلس النواب. قانون مباشر الحقوق السياسيه، يعني تعالى اتفرج انه موجود من سنه 56. فهي المساله ما طرا عليه من تعديلات هي مسائل بسيطه جدا، و بقيه النصوص كما هي في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومه. بعد انتهائكم دكتور جمال، انتهاء مجلس الشورى من المناقشه بتمامها والتصويت عليها، ما هي الخطوه القادمه؟ بعد انتهاء اللجنه هينزل في جلسه عامه يتناقش يتم التصويت عليه ماده، ثم يرسل للمحكمه الدستوريه العليا لتبدي رايها في القانون كل مختل 45 يوم. ثم يعود القانون بملاحظات المحكمة الدستورية، ويجب إعمال مختبر هذه الملاحظات،
وتم الاتفاق على بعد اعمال المقتضى يتم اعاده القانون مره اخرى للمحكمه الدستوريه للتاكد من اعمال مقتضى ملحوظاتها. وكان انا لي راي مخالف لكن هذا ما تم الاتفاق ما عليه. ما هو الراي المخالف الذي تقصده دكتور جمال؟ انه الحقيقه لا يجوز إرسال القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية لاعتبارات كثيرة. أنه المحكمة عملت رقابتها السابقة ثلاث مرات سنة 2005 وسنة 2007 وسنة 2011 ولم يعاد إرسال القانون للمحكمة مرة أخرى. وبهذا يتكون عرف دستوري يأخذ حكم الدستور حكم العرف الدستوري مكمل بأنه المحكمة تبدي ملحوظاتها ويلتزم المشرع بإعمال المقتضى دون إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة. ولكن ألا تعتبر إرساله مرة أخرى نوع من الطمأنة للمشارك في العملية السياسية في مصر؟ لا، الحقيقة مش حاجة اسمها طمأنة، لأن أنا في حاجة اسمها كل سلطة من السلطات الدستورية تعمل اختصاصها. مفيش سلطة وصية على سلطة أخرى. المحكمة الدستورية عليها أن تبدي ملاحظاتها ويلتزم المشرع التزام دستوري بإعمال مقتضى هذه الملاحظات، وده موجود في الحقيقة في المصدر التاريخي للرقابة السابقة. دكتور تمام، التزام تام لا يجوز له التعديل عليها أو إبداء أي وجهات نظر فيها في السياق. المحكمة تماما أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال جبريل عضو مجلس الشورى وأستاذ القانون العام، إذ كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة معلقا على قانون مباشرة الحقوق السياسية، شكرا لك. أخلت النيابة العامة سبيل الإعلامي باسم يوسف بكفالة قدرها 15,000 جنيه بعد ساعات من التحقيق معه بتهمة ازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية. وقال مكتب النائب العام إن الكفالة عن ثلاثة بلاغات تم التحقيق فيها مع باسم بواقع 5,000 جنيه عن كل قضية، وإن النيابة ستحقق معه في وقت آخر في قضية رابعة. وبحسب مصادر قضائية فإن يوسف يواجه أيضا تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تجدير شأن السلم العام. بالتزامن مع وقفة حركة 6 إبريل حضر الإعلامي باسم يوسف إلى النيابة للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه بإهانة رئيس الجمهورية وازدراء الدين الإسلامي. نرفض ذلك القرار، احنا مش عايزين باسم أو أي إعلامي يمثل أمام النائب العام لأننا لم نعترف بشرعيته، وأيضا المحكمة استئناف لم تعترف هذا الشرعية، فبالتالي يسقط هذه الأحكام. بنقول للإعلاميين ما تخافوش، ادوا رأيكم بكل احترام، كل نقد محترم، كل نقد بناء، مش عايزين إهانة لأحد أو لشخص ما. رفضا لوجود المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، تجمع أعضاء من حركة 6 إبريل أمام بوابة النائب العام حيث أغلقوها ومنعوا الدخول والخروج منها، منددين أيضا باستمرار حبس عدد من نشطاء الحركة. فأنا متضامن مع الوقفة دي وهندعي الوقفة دي أكتر من مرة عشان نوصل للنائب العام ونوصل لأهل وعشرته أنه هو مش شرعي. حيث حضر مع باسم يوسف ناشطون ومريدون للإعلامي يوسف للتضامن معه ورفضا لأي محاولات لتقييد الإعلام. كلنا جايين وراء الإعلام الكبير باسم يوسف، ومش وراء بس، وراء جميع الإعلاميين كلها. بنقول لهم ما تخافوش، انزلوا واشتغلوا وغطوا شغلكم كويس، لأن كنتم بتعالجوا الناس من الاكتئاب. ليه حضرتك؟ ده برنامج يعني يعتبر زي كوميدي، بس كوميدي ساخر بالناس اللي فيه، بينتقد الناس اللي موجودة. بنقول لإعلاميين مصر كلها انزلوا واشتغلوا، وهو ده الشعب العظيم. وتاني حاجة، بنحترم القضاء المصري الشامخ. وبعد حوالي 4 ساعات ونصف تم إخلاء سبيل الإعلامي باسم يوسف من سراي النيابة. شهاب شعلان، النيل. قال السفير علاء الحديد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن التعبير عن الرأي يمكن أن يتم بالطرق السلمية والمشروعة وليس بالعنف، داعيا إلى التحلي بالمسؤولية وانتهاج القنوات السياسية الشرعية في حل الخلافات. هذا قد سادت حالة من الهدوء الحذر محيط ميدان التحرير بعد أن قام مجهولون فجر اليوم بالهجوم على الميدان وإحراق خيام المعتصمين في الحديقة الوسطى. انتظمت حركة المرور بشكل طبيعي في الميدان وشوارع وسط القاهرة التي شهدت سيولة مرورية.
أكدت رئاسة الجمهورية أن مؤسسة الرئاسة تكن كل تقدير واحترام لمساعدي رئيس الجمهورية السابقين والحاليين، وذكر بيان للرئاسة أن تطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بجوازات السفر الدبلوماسية والتي تقضي باسترداد هذه الجوازات من مساعدي الرئيس عند انتهاء صفاتهم الوظيفية هو إجراء روتيني يتم بموجبه إخطار من أمن رئاسة الجمهورية لوزارة الخارجية. جاء ذلك تعليقا على خبر سحب جواز السفر الدبلوماسي من الدكتور سمير مرقص المساعد السابق لرئيس الجمهورية. أفادت مصادر ملاحية بعودة العمل في مطار برج العرب بالأسكندرية بعد انتهاء إضراب أفراد وأمناء الشرطة عقب التفاوض معهم، واعتصم أفراد الشرطة داخل مهبط الطائرات لأكثر من 6 ساعات ومنعوا الطائرات من الإقلاع والهبوط للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف المعيشة. ويستقبل مطار برج العرب رحلات دولية منذ إغلاق مطار الأسكندرية الدولي بعد خضوعه لأعمال ترميم. ومع أن نتحول إلى الشأن السوري، حيث أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية ارتفاع عدد ضحايا بنيران قوات النظام السوري اليوم إلى 146 قتيلا أغلبهم في العاصمة السورية دمشق وفي ريفها وداخل مدينة حمص. من جهتها أفادت شبكة شام الإخبارية السورية أن العاصمة دمشق شهدت عدة انفجارات جراء قصف القوات النظامية، بينما تواصلت الاشتباكات بين النظام والمعارضة في مناطق مختلفة. وأضافت الشبكة أن اللواء 155 التابع للنظام أطلق صاروخ سكود باتجاه شمال سوريا، وتعرضت مناطق في ريف دمشق ومنطقة البساتين المحيطة بمدينة إدلب لقصف عنيف، بينما وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والحر في محافظة راقة شمال البلاد. الله أكبر. مزيد من المتابعة بينضم إلينا هاتفيا السيد عمار الحسن عضو تنسيقيات الثورة السورية. سيد عمار، بعد التحية، ما هي آخر تطورات الأوضاع الميدانية في دمشق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سيدتي العزيزة، ارتفاع حصيلة شهداء سوريا حتى هذه اللحظة إلى 146 شهيد، بينهم 16 سيدة و17 طفلا و8 شهداء تحت التعذيب، 97 شهيدا في دمشق وريفها، 32 شهيدا في حمص، 10 شهداء في حلب، 3 شهداء في إدلب، و3 شهداء في حماة، وشهيد في دير الزور. دمشق، القصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف لاون على أحياء جوبر ومخيم يرموك وعلى أحياء دمشق الجنوبية، وسط اشتباكات عنيفة في حي مخيم يرموك، كما سمع دويل الانفجارات في منطقة العدوي وسط دمشق. أما في ريف دمشق، القصف العنيف بالمدفعية الثقيلة والدبابات على مدن وبلدات العتيبة وزملكة والزبداني ودارية ومعظميت الشام وعدة مناطق بالغوطة الشرقية، واشتباكات عنيفة في دارية وبلدة العتيبة. أما في محافظة اللاذقية، فالقصف العنيف بالمدفعية الثقيلة من نقطة 46 وقمة النبي يونس على مصيف سلمى والقرى المحيطة بها وقرية الغنينية متواصل إلى غاية الآن. أما في حماة، القصف براجلات الصواريخ على مدينة كفر زيتا التي راع ضحيتها 3 شهداء. في محافظة حلب، القصف بالمدفعية الثقيلة والهاون على أحياء بستان القصر وبعيدين وكرم الطراب وجسر الحاج والشيخ مخطوط، واشتباكات في محيط مطاري حلب الدولي والنيرة العسكري. كذلك الأمر في محافظة الدرعة التي حرر من قبل يومين مدينة داعل، اشتباكات عنيفة في درعة البلد بين الجيش الحر وقوات النظام، وقصف عنيف من الطيران الحربي على بلدات علمة وخربة غزالة، وسط اشتباكات عنيفة في محيط كتيبة الدفاع الجوي 49 الواقع قرب علمة. أما في إدلب، فالقصف العنيف بالدبابات على البساتين المحيطة بمدينة إدلب، وتركز القصف على الجهة الجنوبية، كما شنت قوات النظام حمل الدهم للمنازل. في دير الزور المنكوبة والتي تشهد قصفا صاروخيا ومدفعيا بالدبابات والصواريخ على معظم أحياء دير الزور، كذلك الأمر اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في حي الحويقة. أما في محافظة الرقة، تجدد القصف العنيف من الطيران الحربي على عدة مناطق بمدينة الرقة، وحصلت اشتباكات عنيفة في الفرقة 17 بالرقة بين الجيش الحر وقوات النظام، والتقصف عنيف من الطيران الحربي على محيط الفرقة. وفي محافظة الحسكة،
لحق أيضا القصف العنيف للمدفعية الثقيلة مركز حبوب صباح الخير في قرية الكرامة بمنطقة الشدادي. أما في حمص المنكوبة عصابات وشبيحة الأسد ارتكبوا أفظع مجزرة بحق الأهالي الآمنين، فذبحوا الأهالي في حي البرج ذبحا بالسكاكين مع تقطيع أوصالهم، وقد وصل عدد الشهداء إلى 11 شهيد منهم طفلة عمرها 3 سنوات. نعم سيد عمار، يعني وصلت الصورة، هذا وكان رصد لآخر التطورات الميدانية بالتفصيل في مختلف المناطق السورية، شكرا جزيلا لك. بحث مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسين أمير عبد اللهيان بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي مستجدات الأوضاع داخل سوريا. نعم، وقد انتقد الوزير الإيراني إعطاء أو منح الجامعة العربية مقعد سوريا إلى الائتلاف الوطني السوري، وأوضح أن مبادرة الرئيس مرسي بشأن الأزمة السورية مبادرة متوازنة ومقبولة، وأضاف أن الحل للقضية السورية هو حل سياسي وليس أمنيا أو عسكريا. في خطوة جديدة من مساعي المعارضة السورية للحصول على الاعتراف الدولي، أعلن الائتلاف الوطني السوري سعيه للحصول على مقعد سوريا في منظمة التعاون الإسلامية. وجدير بالذكر أن الجامعة العربية قررت خلال قمة دوحة منح المعارضة السورية مقعد بلادها في الجامعة، كما دعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري. إننا نرحب. تولي المعارضة السورية مقعد بلادها في القمة العربية بالدوحة كان نقطة فارقة في كفاحها دبلوماسيا ضد نظام بشار الأسد، بعدما نالت ثقة المجتمع الدولي بأنها الممثل الشرعي للشعب السوري. وانطلاقا من ذلك أعلن الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مصطفى الصباغ أن الائتلاف سيبدأ خلال أيام تحركا لشغل مقعد سوريا في منظمة التعاون الإسلامي، تمهيدا لتحرك أوسع يهدف إلى شغل الائتلاف مقعد دمشق في الأمم المتحدة أيضا. ولا يقتصر الأمر عند ذلك الحد، بل تسعى المعارضة لتسلم السفارات السورية وفتح سفارات لها في عدد من الدول العربية والغربية، بعدما سلمت قطر مقر السفارة السورية في الدوحة إلى المعارضة. وترتكز المعارضة السورية في ذلك على ما يحققه مقاتلوها من مكاسب على الأرض وسيطرتهم على مساحات شاسعة من الأراضي والمواقع الاستراتيجية من قبضة القوات النظامية. وتتزايد شرعية المعارضة يوما بعد يوم في ظل المجازر الجماعية التي يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين العزل، ما دفع الولايات المتحدة إلى عدم معارضة تسليح المعارضة من جانب دول أخرى حسب ما تحدث مسؤولون في ائتلاف المعارضة السورية. تأتي هذه التطورات على خلفية رفض النظام السوري إجراء أي حوار مع المعارضة وإفشال جهود موفدي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي وإجبار السوريين على رفع السلاح بعدما كانت ثورتهم سلمية في بدايتها قبل عامين. شادي أنور، النيل. ومن اسطنبول التركية ينضم إلينا عبر الهاتف سيد فواز الزاكري عضو المجلس الوطني السوري. سيد فواز، بعد تحياتي، أنتم تسعون للحصول على مقعد سوريا في منظمة التعاون الإسلامي بعد الحصول على المقعد وإن كان بصورة أولية في قمة الدوحة الأخيرة، ماذا يمثل وهل تعتبرونه تقدما معنويا أكثر منه تقدما فعليا؟ يعني إن الحصول على مقعد سوريا في منظمة التعاون الإسلامي هو في الحقيقة له يعني معنيين. الأول أن البلاد الإسلامية سوف تعترف بالمعارضة كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري. الخطوة الأخرى بأنها ستكون هي خطوة نحو يعني التقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة لقبول يعني المعارضة كممثل شرعي ووحيد والحصول على مقعد سوريا هناك. وماذا يمثل اعتراف منظمة التعاون الإسلامي إذا وافقت على أن تكون سوريا أو المعارضة هي من يجلس على مقعد النظام الحالي؟ ما هي الفائدة التي ستعود على المعارضة والقتال المسلح دائر لا محالة وقد يتوقف القريب المنظور؟ يعني القتال المسلح في الحقيقة لم تبدأ به المعارضة. الذي بدأ وحسب ما سمعنا من تقريركم هو
النظام السوري الذي هو حاول أن يخمد هذه الثورة السلمية بالحديد والنار، وهذا يعني مما اضطر يعني بعض فئات الشعب إلى حمل السلاح والدفاع عن أنفسهم وعن أعراضهم وعن أرواحهم وعن أملاكهم. أما من ناحية الاعتراف فهو بالحقيقة يعني مثلما بعد أن تم الاعتراف بالمعارضة السورية كممثل وحيد في الجامعة العربية، كما نعلم هناك بعض الدول ومنها قطر أو حتى الآن قطر فقط يعني سلمت السفارة السورية في الدوحة إلى المعارضة، وهناك بعض الدول العربية الأخرى التي الآن يعني تجهز نفسها بأن تسلم السفارة. يعني المعارضة في هذه الضغوط السياسية ستستطيع إن شاء الله بجانب أخوتها أخواننا في الدول العربية والإسلامية الأخرى أن يعني نحاصر هذا النظام الذي لم يعني يتوقف عن القتل بشكل يومي. هناك داعمين رئيسيين لهم هما إيران وروسيا. إذا استطاع يعني استطاع المعارضة الحصول على مواقع سوريا في يعني منظمة التعاون الإسلامية هذا سيحرج إيران كثيرا. نعم، شكرا لك سيد فوز زكري عضو المجلس الوطني السوري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. إلى فلسطين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المصلين وأصيب عدد آخر جراء مواجهات اندلعت بين شرطة الاحتلال والمصلين. المواجهة وقعت إثر اقتحام 280 مستوطنا باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال التي قامت باستخدام الصاعق الكهربائي والغاز والرصاص المطاطي لقمع حراس المسجد والمصلين والمرابطين. بحث رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير رفعت شحاتة مع رئيس الوزراء في حكومة حماس المقالة سيد إسماعيل هنية، بحث معه بمقر المخابرات تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية إضافة إلى ملف المصالحة. تناول اللقاء أيضا ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة المضربين عن الطعام، علاوة على التزامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق التهدئة وضرورة تنفيذه خاصة فيما يتعلق بمساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين داخل قطاع غزة. وقع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اتفاقية تاريخية تؤكد على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى والقدس الشريف، وتؤكد الاتفاقية على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس لبذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات تهويد الإسرائيلية وحماية مئات الممتلكات التابعة الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك. كما تؤكد الاتفاقية أن القدس الشرقية هي أراض عربية محتلة وأن جميع ممارسات الاحتلال فيها منذ عام 1967 ممارسات باطلة ولا تعترف بها أي جهة قانونية أو دولية. جاء ذلك خلال لقاء الزعيمين في العاصمة الأردنية عمان، حيث بحث تطورات القضية الفلسطينية ونتائج القمة العربية الأخيرة ونتائج زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمنطقة منتصف الشهر الحالي. بقونا مع حضراتكم ونتابع في هذه القراءة الإخبارية بعد حين. كارزاي في قطر لبحث إمكانية فتح مكتب للطالبان داخل الدوحة لبدء محادثات السلام. اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تواصل مناقشة مشروع قانون الحقوق السياسية. نحو 150 قتيلا في سوريا اليوم، والجيش النظامي يقصف مناطق في دمشق بالصواريخ. واشتباكات في محيط الأقصى بعد اقتحام مستوطنين باحات المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال. والآن قادم ولدينا قراءة في أخبار المال والأعمال والتجارة. نعم تامر، بالتأكيد الزميلة ميرفا تمليجي لديها الجديد عن أخبار المال والأعمال. مساء الخير ميرفا. مساء الخير كريمة. مساء الخير تامر. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وهذه وقفتنا الاقتصادية لبانوراما النيل وأبرز ما فيها بعد الفاصل. وزارة التموين تعلن كفاية الرصيد القومي للقمح حتى 3 شهور قادمة. أهلا بكم.
أعلنت وزارة التموين كفاية رصيد القمح لديها لمدة 3 أشهر قادمة مع رصيد من الدقيق يغطي حصص كافة المخابز والمستودعات ل3 أيام قادمة. وكشفت الوزارة عن وصول رصيد القمح إلى مستوى 2,355,000 مليون طن بما يكفي حتى 28 يونيو المقبل، بالإضافة إلى المتوقع توريده من القمح المحلية بكمية إجمالية تصل إلى 4.5 مليون طن تكفي حتى نهاية العام الجاري، بينما وصل رصيد الدقيق البلدي المخصص للمخابز والمستودعات إلى 33,000 طن. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعي المصري خلال الربع الثالث من عام 2012 بنسبة 5.76% عن مستواه في الربع السابق عليها. وسجل الإنتاج الصناعي المصري خلال الربع الثالث من عام 2012 مستوى 149.72 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.3%، وذلك عن نفس الربع من العام 2011. وأرجع جهاز الإحصاء تحسن الإنتاج الصناعي إلى نشاط استخراج البترول الخام، والذي استحوذ على 35.88% من إجمالية قيمة الإنتاج الصناعي، يليه نشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية بنسبة 17.18%، ثم نشاط صناعة المواد الغذائية بنسبة 9.33%. أعلن مجلس الوزراء ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012 بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي. وسجل إجمالي إيرادات القطاع السياحي في تلك الفترة مستوى 7.6 مليار دولار، ضمنها مليار دولار خلال فبراير الماضي بزيادة 48.5% عن نفس الشهر من العام 2011، مع زيادة في عدد الليالي السياحية بنسبة 39%. أعلن وزير النقل الدكتور حاتم عبد اللطيف موافقة الوزارة على مد مهلة الترخيص الخاصة بالمقطورات لمدة 4 سنوات اعتبارا من أغسطس من عام 2013، وهو موعد انتهاء تراخيص المقطورات مع حظر الترخيص للمقطورات الجديدة خلال تلك المهلة. وقال عبد اللطيف إنه خلال هذه الفترة ستقوم الإدارة العامة للمرور بتحليل بيانات حوادث المرور وتحديد تأثير المقطورات على معدلات الحوادث. وأضاف الوزير أيضا أنه في حالة وجود تأثير جوهري للمقطورات على معدلات الحوادث سيتم تحديد أوجه القصور في أمان المقطورات وإلزام أصحابها بتصحيح هذا القصور وتأمين حركاتها وفقا للمواصفات القياسية لوزارة الصناعة. وافقت ماليزيا على إعطاء موانئ السويس أولوية لنقل بضائعها في منطقة الشرق الأوسط والمتوجهة من وإلى جنوب شرق آسيا. وكشف محافظ السويس اللواء سمير عجلان عن اتفاق بين الشركة الماليزية للتجارة والتي يعمل تحت مظلتها 500 شركة ماليزية أخرى والشركة المصرية للنقل والتجارة بالقاهرة، وذلك لتأسيس شركة متخصصة في نقل البضائع الحلال وتنظيف الحاويات في ميناء السويس، على أن تعتمد الشركة على معدات وعمال من أبناء المحافظة. أعلن وزير البترول المهندس أسامة كمال عن عزم الوزارة إعادة إحياء مشروع فوسفات أبو طرطور، وكاشفا عن شركة فوسفات مصر والتي كلفت أحد بيوت الخبرة لإعداد دراسة لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة من خلال فوسفات منجم أبو طرطور باستثمارات تصل إلى 1.7 مليار دولار. وأكد كمال أن القانون الجديد الذي سيتم إعداده للثروة المعدنية سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للعمل في قطاع الثروة المعدنية، منوها بأن القانون يعطي فترات أطول للمستثمرين في عمليات البحث والاستكشاف، خاصة أن الاستثمار في مجال الثروة المعدنية هو استثمار طويل الأجل ويحتاج إلى أموال ضخمة. بعد كده في عمليات الإعداد. طرحت وزارة المالية أذون خزانة جديدة بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليار جنيه، وضم الطرح الجديد أذون أجل 91 يوما بقيمة 1.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 13.26%، وأذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 14.391%.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تلقيها عرضا من شركة باسكندال القبرصية للاستحواذ على 100% من أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة بسعر إجمالي يصل إلى 3.97 مليار دولار. ويتضمن العرض شراء الشركة القبرصية المملوكة لشركة فيمبلكوم الروسية المالكة لحصة أغلبية في أوراسكوم تيليكوم عدد 5.245 مليار سهم تمثل كامل أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم بسعر 70 سنتا للسهم الواحد. ومن المقرر أن يحدد سعر صرف الصفقة بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في التاريخ على تاريخ عملية شراء محل العرض بين محل. أنهت البورصة المصرية تعاملات مستهل تداولات الأسبوع على انخفاض حاد تحت وقع مبيعات كبيرة للمستثمرين الأجانب لم تفلح مشتريات المصريين والعرب في موازنتها. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 منخفضا بنسبة 1.6% ليسجل 5100 نقطة، في حين تراجع مؤشر EGX 70 لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.4%. وامتدت التراجعات لمؤشر EGX 100 أوسع نطاقا لينخفض بنسبة 1.51%. مشاهدينا، نهاية وقفتنا الاقتصادية وعودة للزملاء الكريمة وتامر لاستكمال ما تبقى من بانوراما النيل. إليكم. شكرا لك. إذا متواصلون معكم مشاهدينا الكرام هذه المرة إلى المغرب، حيث تظاهر الآلاف في العاصمة المغربية رباط احتجاجا على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، وكذلك رفضهم أو إعلانهم فشلها في علاج البطالة والتضخم. هذا وقد طلب المتظاهرون وهم من أعضاء أكبر نقابتين عماليتين في المغرب برحيل رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران زعيم الحزب الإسلامي الذي فاز بمعظم مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2011. وانتقد المحتجون بشكل خاص الخطط الحكومية لإصلاح القوانين المتعلقة بالنقابات العمالية بما في ذلك تخفيض أجور المضربين وتدابير تقول الحكومة إنها ستزيد من الشفافية في النقابة المالية. كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية بالمضي قدما في تطبيق إجراءات تقشفية بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض. وتم التصديق على تشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاورات أجراها رئيس الوزراء عبد الله النصور الذي أعيد تكليفه في 9 مارس بعد أن استطلع العاهل الأردني آراء أعضاء البرلمان. وبعد أداء اليمين تعهد النصور بالعمل على إنجاز الأهداف المحددة لحكومته والتعاون مع مجلس النواب. أجرى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني محادثات مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الذي يزور الدوحة حاليا لبحث فتح مكتب تمثيل لطالبان داخل قطر في إطار مفاوضات السلام. وكانت حركة طالبان قطعت المباحثات التمهيدية مع الولايات بين الولايات المتحدة وقطر في مارس 2012 بسبب عدم قدرة أي طرف على تلبية مطالب الطرف الآخر، لكن قبل عامين من انسحاب قوات معظم قوات الحلف الأطلسي أصبح إبرام اتفاق سلام أمرا واجبا لمنع تأجج النزاع مجددا في أفغانستان. ربما يكون انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان إذانا ببدء عهد جديد في هذا البلد الذي عرف في التاريخ بأنه مقبرة للإمبراطوريات. هذا العهد قد تكون فيه حركة طالبان شريك سلام وليس عدو حرب، خاصة وأن هناك مساعي من جانب الرئيس حامد كرزاي للدخول في مفاوضات سلام، وأيضا حديث عن مفاوضات سرية مع حركة طالبان وواشنطن التي تسعى دائما إلى نفي هذه المعلومات. ولعل سعي الرئيس كرزاي إلى فتح مكتب تمثيل سياسي لحركة طالبان في قطر قد يحدث اختراق في التقارب مع طالبان التي ترفض كما هو معلن بشكل قاطع إجراء مفاوضات مع إدارة كرزاي وصفة إياها بأنها دمية في أيدي الولايات المتحدة. لكن يتوقع كثير من المحللين أن يكون هناك في النهاية نوع من الالتقاء بين الطرفين ووجود صفقات في الكواليس الخلفية، بيد أن الإدارة الأمريكية قد تزيد الوضع سوءا مع تباطؤها في اتخاذ قرار بشأن تحديد عدد القوات الأمريكية التي ستواصل عملها في أفغانستان بعد عام 2014 على خلفية المشكلة والخلافات التي تواجهها مع حركة طالبان وباكستان والرئيس الأفغاني.
ووفقا لبعض التحليلات فإن الشكوك إزاء نوايا الولايات المتحدة تربك جميع الأطراف خاصة الأفغان، حيث أنه من المؤكد أن الإدارة الأمريكية في حاجة للحفاظ على حد أدنى من القوات العسكرية في 4 قواعد عسكرية رئيسية في عدة محافظات حتى تتمكن من تقديم الدعم والتدريب اللازم للجيش الأفغاني. وفي ظل تلك الرؤى والخلافات تبقى الضبابية هي المخيمة على المشهد الأفغاني مع اقتراب الموعد النهائي لتسليم أبن البلاد إلى الأفغان في غضون 21 شهرا. قتل شخصان في أعمال عنف اندلعت في كيسمويو معقل الرئيس الكيني الجديد هورو كينياتا، في ذلك احتجاجا على رفض المحكمة العليا الكينية الطعن على إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. هذا قد دعا كينياتا الشعب إلى تخطي مرحلة الانتخابات والتكاتف جنبا إلى جنب من أجل بناء الدولة. دعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الشعب إلى تخطي مرحلة الانتخابات والانقسام السياسي والتكاتف معا لبناء الدولة. علينا جميعا تجديد شعورنا بالوطنية، دعونا نكرس أنفسنا لبناء دولة متحدة ديمقراطية في إطار السلام. من جانبه أعلن رئيس منتهية ولايات رايلا أودينغا قبوله قرار المحكمة العليا المؤيد لنتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز منافسه كينياتا في الانتخابات بفارق ضئيل. المحكمة العليا قالت كلمتها، والتشكيك في هذا القرار سيؤدي إلى انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأكد أودينغا أنه رغم اختلافه مع الحكم فإن الشرعية الدستورية لها قيمة عليا، وأن قرار القضاء مرحلة جديدة في الطريق الطويل إلى الديمقراطية. كانت المحكمة العليا في كينيا قد أكدت فوز كينياتا في الانتخابات الرئاسية، ورفض قضاة المحكمة بالإجماع الطعن الذي قدمه أودينغا، وجمعيات أهلية نددت بحدوث مخالفات أثناء الانتخابات وفرز الأصوات. اعتراف المنافس الخاسر بحكم المحكمة قد يزيل المخاوف من اندلاع موجة من العنف في البلاد كالتي تلت انتخابات 2007، خاصة بعد مواجهات بين شبان وعناصر من الشرطة في منطقة كيسومو معقل أودينغا في غرب البلاد بعد صدور قرار المحكمة، ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل. هددت كوريا الشمالية مجددا بضرب القواعد الأمريكية في اليابان حال اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية. وفي غضون ذلك عقد زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون اجتماعا مع حزب العمال الحاكم، وأعلنت مصادر رسمية في هذا الإطار أنه يجرى العمل حاليا على صياغة مسودة توجيهات تعتبر الأسلحة النووية شريان حياة الأمة الذي لا يمكن التنازل عنه. كانت بيونغ يانغ قد أعلنت أنها في حالة حرب مع جارتها الجنوبية بعد المناورات المشتركة بين سيول والولايات المتحدة الأخيرة. أجرت البحرية الصينية تدريبات بالذخيرة الحية في غرب المحيط الهادئ، وقال بيان البحرية الصينية إن الأسطول البحري أجرى تدريبات لمكافحة الإرهاب والقرصنة وتدريبات مضادة للصواريخ والهجمات الجوية. ومتواصلون مع حضراتكم ونتابع بعد قليل. بابا الفاتيكان يترأس أول قداس له في احتفالات الكاثوليك بعيد الفصح المسيحي. مازلنا نتابع مشاهدينا أصداء استقبال منتخب الشباب وفوزه وتصعيده لبطولة كأس العالم. تمام، ده يكون مع أحمد حبيبي قرأ لأهم أخبار الرياضة اللي موجودة على الساحات المصرية والعربية والعالمية. تفضل يا أحمد. شكرا كريما مشاهدينا، اهلا بكم، وهذه وقفة رياضية في بانوراما النيل واهم ما فيها. بعثة منتخب مصر للشباب تعود من الجزائر بعد التتويج بلقب كاس افريقيا للمرة الرابعة. على الرغم من الحملات التي تشنها مجالس المدن بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لتطهير الشوارع والميادين الرئيسية في المحافظات المصرية المختلفة، إلا أن أزمة تكدس القمامة في الشوارع والأحياء ما زالت مستمرة. كاميرا النيل رصدت أبعاد تلك الأزمة، وكذلك تعرفت أو استطلعت آراء عدد من المواطنين حول الحلول المقترحة لتفادي هذه المشكلة.
أزمات عدة يمر بها الشارع المصري في الفترة الأخيرة، من نقص في المواد البترولية مرورا بالغياب الأمني إلى تكدس القمامة في الشوارع والأحياء، مع تأخر المسؤولين في رفعها وتنظيم أماكن إلقائها. نتمنى يعني أن بعين الاعتبار محافظة الجيزة في بعض الشارع الجانبية وفي شارع الرئيسي، حتى أنا ساكن في شارع فيصل، في كل التقاطعات اللي في شارع فيصل بيبقى في زبالة، طبعا الناس بتلاقي صناديق فبتضطر انها ترمي الزبالة، فده طبعا شيء بيأثر كتير جدا علينا والمظهر العام. وطبعا في الأماكن الجانبية لا، المشكلة لسه موجودة، وما أعتقد ان هو مش هتدخل كل شارع تشوف القمامة فيه ولا ايه، بس هو في الشوارع الرئيسية الى حد ما الدنيا احسن يعني وقلت يعني. على الرغم من تحرك بعض المسؤولين لإنهاء أزمة تكدس القمامة في الشوارع العمومية ورفع المئات من أطنان القمامة يوميا، إلى أن إلقاء القمامة العشوائي في الشوارع أصبح ظاهرة داخل الشارع المصري. الزبالة دي في الصيف بتلم البعوض، حشرات، صراصير، وأنا واحد من الناس منضر من الحتة، أنا ساكن عند المترو، الزبالة في كل حتة الوقت وبالأخص عند المترو، مكان حضاري زي ده يقول لك مترو فيصل ماشي، يقول لك البياعية مالهاش دعوة، لو في مسؤولين صح يشيل القمامة. يعني بيخصموا الفلوس كل شهر عادي، والناس ما بتجيش، بيضطروا يرموها فين؟ دي بتسبب امراض وناموس. كل الامراض الصيف بتيجي من ايه؟ من تحت القمامة اللي اتحطت دي، بتتكوم ويشيلوها ويرجع تكوم. ليه؟ يعني ما عندهمش هيودوه. الحكومة عاملة زي ما العربية بتعدي وبياخدوا فلوس كل حاجة، تعدي تاخد زبالة في البشر تلف زبالة في الشارع. مشكلة تكدس القمامة أصبحت تؤرق المواطن وتؤثر بالسلب على المجتمع المصري. إن النموذج الدولي لحل مشكلة القمامة مثلا نقدر نجيبكم كوبي او نسخه منه ونطبقه في مصر، لكن غياب الخطه او التخطيط هو اللي عامل مشاكل لا حصر لها في كل المجالات. مع دخول فصل الصيف يصبح تكدس القمامه كارثه بيئيه في الاحياء والشوارع وعامل رئيس في انتشار بعض امراض الصيف، ومشكله تؤرق الجميع خوفا من انتشار الحشرات والقوارض والتي تؤدي لانتشار الاوبئه والفيروسات بين المواطنين. منذر ابو دوح، النيل. في أول قداس يحتفل به بعيد الفصح، وجه بابا الفاتيكان الجديد فرانسيس الأول وجه رسالة رجاء دان فيها الحروب واحتجاز الرهائن والإتجار بالبشر، داعيا إلى إيجاد حل سياسي في سوريا. وأكد بابا الفاتيكان أمام مئات الآلاف من المحتشدين في ساحة القديس بطرس، أكد أهمية التوصل لحل سياسي للأزمة السورية لوقف سفك الدماء هناك ووقف معاناة الشعب السوري. كما تطرق في كلمته أيضا للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل والعنف داخل العراق. كما دعا البابا فرانسيس إلى تجاوز الخلافات بين الكوريتين اللتين اشتد التوتر بينهما حاليا. ختام نشرتنا نذكركم بأبرز ما كان معنا من أخبار. اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تواصل مناقشة مشروع قانون الحقوق السياسية. نحو 150 قتيلا في سوريا اليوم، والجيش النظامي يقصف مناطق في دمشق بالصواريخ. واشتباكات في محيط الأقصى بعد اقتحام مستوطنين باحات المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال. نقطة ختامنا وملتقانا إخباريا بعد قليل. أشكر لكم المتابعة، إلى اللقاء.